طيب تعال نشوفها مع بعض عملي. كل الموضوع ان انت هتجيب افو دقيق شويه في المعايره، تمام، وهتظبطه على وضع البيز لاين او الوضع الدايود. انا دايما في الافو اليونيتي اليو تي 8 89 اكس انا دايما بجيبه على وضع الدايود، لان وضع الدايود عندي بيديني الارم. هشوف التريبل الشوتنج بتاعي، هشوف التتبع ماشي ازاي. طيب لو هنعمل فوكس هنا، هما دول الست ال 12 مقاومه اللي بتاخد الامر ومقاومات التفريغ. اول باكج ده التفريغ، تاني باكج ده الايه الاوامر. طب تعالى نتاكد الاي جي بي تي دي، انا طبعا شلت الاستكل عليها، هي المفروض بتبقى كده، هي المفروض بتبقى كده. انا شلت طبعا الاي جي بي تي بتاعتي من عليها، الهيت سينك قصدي من عليها، علشان اقدر اوريك من هنا افضل. طيب هناخد مثلا اول رجل، هنعمل كده، اديتني شورت صريح، شورت صريح، تاني رجل، تالت رجل، رابعة، خمسة، ستة. حلو، يبقى دول الست بوابات اللي بيدخلوا شغلوا الجيت، بيشغلوا اي سي درايفر عشان تشغل المسوستات، عشان المسوستات لما تشتغل تطلع لك الكرنت بتاعك على الايه الفولت بتاعك على الثلاثه فاز الموتور. طيب لما هتعمل كده وهتقف هنا، هتلاقي ان في مقاومه تانية معاها على التوالي، يعني على التوالي كده، تمام، اهي اهي. جميل، هتلاقي برضو تاني رجل هنا مع ده واصلة هنا، وهكذا هتلاقي كل دول واصلين هنا بالبنات دي وبالبنات دي، كل رجل ليها مقاومتين. طيب لو انت مسكت المقاومات الستة دول هتلاقيهم كلهم شورت مع بعض، تمام. دول بقى الارضي، دول اللي انا بتكلم عليهم هنا، اللي هم دول المفروض دول الارضي، تمام، دول الارضي. طيب البنايه دي، البنايه دي هي الارضي بتاع المكثف الفي سي بتاع الايه الاي سي درايفر، هتلاقيه شورت هنا معايا. عشان اتاكد اكتر هاخد هنا، هاخد باي واحده منهم، هاخد اي واحده منهم وهقلب البورده وهقف على النيجاتيف ده، جود، هيديني شورت طبعا، تمام. طيب المقاومات دي، المقاومات دي ما بيكونش يعني ما بيكونش قيمتها قليله قوي، احنا هنقيسها برضو، هنجيب مثلا 60 كيلو، المديم قاومه التفريغ هنقيس حوالي 3 كيلو، 3 كيلو دي مقاومه التفريغ كلها. طب مقاومات السيجنال بقى اهي، هنقلل شويه عشان شكلها قليله، 100 اوم، جود، 100 اوم، 100 100. انا كتير قوي بلاقي مقاومات اوبن صريح. طيب المقاومات دي بقى واصله فين؟ دي مقاومات التفريغ، خلاص قلنا دي مقاومات الاوامر. المفروض ان انا لما باخد اي امر منهم، اي امر منهم، لما اخد اي امر منهم الاقيه واصل بالسيستم. ساعات بيبقى فيه تراكات مقطوعه، دي مهمه قوي، لازم يديني شورت صريح. بس هنا اهو ده الامر اللي رايح. ادي الامر اللي رايح رقم 2، مش هتلاقيها بعيد يعني، ممكن يكونوا بعدين. حلو، اهي دي رقم 2، وهكذا رقم 3 هتلاقيها برضو في نفس الصف اكيد. جميل، طيب يبقى خلاص الاشارة طالعة من الكنترول
الاشارات اللي طالعه تشغل 2 مصفت 4 6 ايا كان، هتشغل 2 او 4 او 5 بيشتغلوا سويتشنج علشان يقطعوا الاشاره ويخرجوها لك هنا اي سي بشكل اي سي، بس هي بتبقى اصلا كهرباء دي سي، بس هو بيقطعها لك بشكل اي سي. انا دايما بقول عليها بيضحك على الموتور ويفهمه ان هو اي سي وهو اصلا بيبقى دي سي. تمام، اسال الله لكم التوفيق والسلام عليكم.